وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة النائب أحمد عبد الواحد جراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد المشارك في الاجتماع، أوضح أن المشاركة تعبر عن التزام السلطة التشريعية في مملكة البحرين بدعم القضايا العربية. الحقيقة أن مشاركة وفد الشعب البرلمانية ضمن اجتماعات الدورة 29 التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، ومثل ما تعرفون البرلمان العربي تأسس في سنة 1974 ليعزز التضامن والعمل العربي المشترك، وتعبر هذه المشاركة عن التزام السلطة التشريعية بدعم القضايا العربية، وخاصة لكوننا مجلس البرلمان البحريني هو يرأس الاتحاد البرلمان العربي في هذه الفترة، والمتمثل بمعالي السيد أحمد بن سلمان بن سلم رئيس مجلس النواب. وأكدنا في هذا المشاركة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وخاصة على ضوء اهتمام السلطة التشريعية بما يشهد العالم من التحديات والتطورات، تستلزم من الجميع على تعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية وفق رؤية عصرية تنموية تستجب للظروف وتضع الحلول وتواكب تطلعات الشعوب بالتعاون مع الحكومات